بعد حادثة الاختراق الأخيرة التي تعرضت لها شركة سوني بيكتشرز الأمريكية، هددت الشركة برفع دعوى قضائية ضد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إذا لم توقف إدارة الموقع الحسابات التي تقوم بنشر روابط لرسائل البريد الإلكترونية المسربة. فقد أرسل محامي الشركة خطابا إلى مسؤولي تويتر، أكد فيه أنه إذا ما استمر نشر مثل هذه المعلومات عن طريق الموقع فإن إدارته ستتحمل المسؤولية عن أي أضرار ستصيب الشركة. من جانبهم طبعا يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطلب من المغردين الموافقة على اتفاقية عدم استخدام خدمة تويتر للتهديد بالقتل أو نشر الكراهية أو نشر محتويات تملك حقوق ملكية أو مضرة بسمعة أشخاص أو شركات. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن دلشاد عثمان، خبير أمن المعلومات في شركة إنتر نيوز. سيد دلشاد، كيف تنظر إلى هذا الجدل الذي خلقه هذا التسريب بين سوني بيكتشرز وبين تويتر؟ مساء الخير. طبعا يوم بعد يوم اكتشف على الشبكات الاجتماعية أنه في مشاكل جديدة عم تواجهها المستخدمين، آخر مشكلة سوني. طبعا مشكلة سوني جابت جدل محتوى كونتنت اللي لازم الشركة تحاول انه تفلتره او تصير بوليس كونتنت خلينا نقول على هاي على هذا الكونتنت للساحة. واليوم عم بيصير جدل كبير انه شو اللي لازم تويتر تحذفه وشو اللي لازم تخليه. في تعارض كبير ما بين خصوصية هاي المعلومات لكونها تم اختراقها وما بين ايضا موضوع حرية التعبير هون في امريكا. لهيك تويتر عم تحاول تلاقي خلطة ترضي الطرفين، انه تحاول تحذف مثلا الصور او المعلومات جدا خاصه اللي بتضر اشخاص، بينما بنفس الوقت ما فيها تمسح كل شيء. يعني مشكله تويتر وسوني هي واحده من المشاكل قبل مشكله سوريا ونوعيه المحتوى اللي عم ينتشر الدموي الى اخره من المشاكل، عم تفتح جدل جديد لانشاء بوليسي جديده للشبكات الاجتماعيه حاليا. وبالتالي هل ترى بأن الحل سيجب هو عن طريق إنشاء خصوصيات وقوانين جديدة تحكم عملية تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ تماما هذا الشيء اللي عم بيصير. فيسبوك هذا الشيء اللي عم تلتزم فيه حاليا، تويتر نوعا ما هي أخف، خلينا نقول أخف من فيسبوك أو ما لها جدية مثل الفيسبوك بإنشاء موضوع أو بالتركيز على موضوع الخصوصية. ولكن بعد تهديد شركة سوني يبدو أنه في خطوات جدية بصراحة من تويتر أنه تعيد النظر بموضوع خصوصيتها وبموضوع النشر بما يخص المحتوى. أشكرك عبر سكايب من واشنطن دلشاد عثمان، خبير أمن المعلومات في شركة إنتر نيوز. قام بنشر روابط لرسائل البريد الإلكترونية المسربة. فقد أرسل محامي الشركة خطابا إلى مسؤولي تويتر، أكد فيه أنه إذا ما استمر نشر مثل هذه المعلومات عن طريق الموقع فإن إدارته ستتحمل المسؤولية عن أي أضرار ستصيب الشركة. من جانبهم طبعا يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطلب من المغردين الموافقة على اتفاقية عدم استخدام خدمة تويتر للتهديد بالقتل أو نشر الكراهية أو نشر محتويات تملك حقوق ملكية أو مضرة بسمعة أشخاص أو شركات. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن دلشاد عثمان، خبير أمن المعلومات في شركة إنتر نيوز. سيد دلشاد، كيف تنظر إلى هذا الجدل الذي خلقه هذا التسريب بين سوني بيكتشرز وبين تويتر؟ مساء الخير. طبعا يوم بعد يوم عم يكتشف على الشبكات الاجتماعية أنه في مشاكل جديدة عم تواجهها المستخدمين، آخر مشكلة سوني. طبعا مشكلة سوني جابت جدل محتوى كونتنت اللي لازم الشركة تحاول انه تفلتره او تصير بوليس كونتنت خلينا نقول على هاي على هذا الكونتنت للساحة. واليوم عم بيصير جدل كبير انه شو اللي لازم تويتر تحذفه وشو اللي لازم تخليه. في تعارض كبير ما بين خصوصية هاي المعلومات. دعوى قضائية ضد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إذا لم توقف إدارة الموقع الحسابات التي تقوم بنشر روابط لرسائل البريد الإلكترونية المسربة. فقد أرسل محامي الشركة خطابا إلى مسؤولي تويتر، أكد فيه أنه إذا ما استمر نشر مثل هذه المعلومات عن طريق الموقع فإن إدارته ستتحمل المسؤولية عن أي أضرار ستصيب الشركة. من جانبهم
طبعا يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي تويتر يطلب من المغردين الموافقة على اتفاقية عدم استخدام خدمة تويتر للتهديد بالقتل أو نشر الكراهية أو نشر محتويات تملك حقوق ملكية أو مضرة بسمعة أشخاص أو شركات. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن دلشاد عثمان، خبير أمن المعلومات في شركة إنتر نيوز. سيد دلشاد، كيف تنظر إلى هذا الجدل الذي خلقه هذا التسريب بين سوني بيكتشرز وبين تويتر؟ مساء الخير. طبعا يوم بعد يوم نكتشف على الشبكات الاجتماعية أنه في مشاكل جديدة عم تواجهها المستخدمين، آخرها مشكلة سوني. طبعا مشكلة سوني جابت جدل محتوى كونتنت اللي لازم الشركة تحاول انه تفلتره او تصير بوليس كونتنت، خلينا نقول على هذا الكونتنت للساحة، واليوم عم بيصير جدل كبير.